معانا على التليفون السيدة نورة جمال، بنرحب بيكي. صباح الخير، أهلا بيكي يا أستاذة نورة. صباح النور عليك وعلى مصر كلها. أهلا بيكي يا نورة، وقولي لنا في الأول عملتي إيه علشان توصلي لحاجة زي كده؟ إحنا نعرف إن حياة كريمة يعني ربما بتمد طرق، بتعمل نوع من أنواع البنية الهيكلية والتحتية، لكن ناس كتير في مصر مش عارفة إن حياة كريمة بتغير فكرة الإنسان، إزاي استفدتي من المشروع ده وإزاي أفادك؟ لا هو أنا استفدت كتير بصراحة، يعني استفدت كل حاجة، يعني الفرصة جات لي من خلال حياة كريمة إن أنا أدخل في الموضوع ده وإن أنا أتحدى أي حد بالنسبة للمعدات الثقيلة، بس كان لازم إن أنا أتعدى خطوة إن أنا أحسن دخلي، فدي كانت الفكرة إن أنا أغير للأحسن وأطور للأحسن بكتير عشان خاطر أحسن دخلي، بس فحياة كريمة ادتني الفرصة دي. والموضوع سهل جدا، هو خطوة في الأول كتحدي للرجال، لكن هو خطوة سهلة جدا جدا. مهنة نظريا كانت حكر على الرجال، انت قفلتي الموضوع ده خلاص وخليتيها مفتوحة للجميع، ليه اخترتي كده وعملتيها ازاي؟ واحكي لي بقى، متخيلة الناس بتبص لك ازاي؟ متخيلة انك هتقدري تبقي مسيطرة كده في موقع لو انت اللي بتسوقي اللودر، ايه اللي هيحصل؟ الحمد لله، يعني انا لما جيت قدمت في مركز التدريب اللي هو خاص بنزهة عبد الله للتشييد والبناء، كان في قبول من بعض الناس وكان في رفض. اللي شجعني ان انا لو كنت ناويه ان انا لو 10 رافضين وواحد بس هو اللي موافق، انا كنت هكمل على الواحد مش على 10. نعم بجد، فالحمد لله، يعني لما جيت قدمت وطلبوا مني الورق وطلبوا مني كشف نظر وبطنه والحاجات دي، رحت عملتها والحمد لله عدت على خير، وخير ان شاء الله جاي احسن لي. واخد بالك من الاصرار؟ لا طبعا، قالت لك لو 10 رافضين وواحد بس كان هي عايزه تخش المجال، الاصرار والتصميم اعتقد هو ده المفتاح اللي نوره اشتغلت عليه. صحيح صحيح. قولي لي يا نوره، طيب يعني انت لما دخلتي عشان تتعلمي حاجه زي كده كان معاكي مين؟ كان معاكي اكيد كنت الست الوحيده وسطهم. كان معايا 14، احنا كنا 14 عدد الدوره اللي انا موجوده فيها، كان معايا 13 شاب. ايوه، وكنت انا بالنسبه للودر كان معايا برضو كماله عدد ال 23. أيوة. حفار، كنا بنتدرب في نفس المكان الحفار واللودر مع بعض، ففي ناس كتيره كانت قابله وفي ناس برضو كانت رافضه، بس الحمد لله يعني قعدت وكملت، يعني انا فرضت عليهم الحاجه دي بس فرضتها باحترام بادب، يعني اجبرتهم ان هتقبل الموضوع دول حتى لو انتوا رافضينه. فقعدت وكملت واشتغلت واتعملت فيا برضو مواقف مضحكه كتير، يعني غيروا لي الغيار، يعني عملوا فيا مقالب برضو ما سابونيش كده، بس الحمد لله عديتها. زي ايه؟ عايزين نعرف، مش هنعدي حاجه زي كده. يعني المفروض ان المدرب بتاعي اول ما دخلت التدريب كان اول حاجه اللي هي كلام نظري وكده، بيقول لي ما تغيروش الغيار عن واحد، يعني لازم تمشي باللودر على غيار واحد. انا كنت بطلع الاقي غيار اثنين، غيار ثلاثه. كنت الحمد لله عشان المستر كان مديني فرصه للحاجه دي او مديني معلومه عنها، كنت اول حاجه بعملها اول ما بطلع وكنت عارفه ان هم هيعملوا فيها حاجه زي كده، كنت باخد بالي على الغيارات، فكنت برجع غيار واحد على طول، ما كنتش بشتغل الاول. حاجة تانية ان انا لما كان المدرب بتاعي يطلب منهم مثلا يعملوا لي فيديو عشان خاطر مش ساعات بيبقى في مأمورية مش موجود، كانوا يصوروا لي الاخطاء بتاعتي مش الحاجة الصح اللي انا عملتها. بس فالحمد لله، بس برضه يعني كنت بلزمهم وبعدي وبعمل الصح برضه، مش الحاجة اللي هم عايزينها. فكرة انك تغيري الصورة الذهنية عن سواقة الستات، دايما السيدات بيتهموا في فترات طويلة ان هم يعني مش احسن حاجة في السواقة، ويقولك يا عم ده سواقة ستات والكلام ده. اعتقد ان بعد ما يشوفوا السيدة وهي سايقة اللودر بتعمل اي حاجة. برافو، ايوه، عايشة نورة. قولي، المجال يدونا فرصة، يعني احنا لو اخدنا فرصة هنطلع احسن حاجة. والله انا شايفة ان احنا انك مش مستنية يا نورة، انا مش شايفه انك مستنيه حد يديكي الفرصه، انت اديتي لنفسك الفرصه. لا بالعكس، عشان ما بقاش كذابه في حاجه زي كده كست مصريه، كان لازم جوزي يديني الفرصه دي، وهو الحمد لله يعني انسان محترم جدا وبيقدر تعبي ومجهودي وبيحب ان انا لما بدخل مجال انجح فيه. ربنا يبارك فيك. في ثقه فيه في حاجه زي كده. بيسوق لودر؟ لا ما بيسوقش لودر، هو موظف برضه. تمام. واداكي الفرصه ازاي وقال انك مستعده انك تقدري تنزلي ازاي؟ انا عارفه انك بتسوقي جرار اصلا كمان.
فعلا كنت بسوق جرار قبله وسوقت عربيه اوتوماتيك، فالحمد لله ان كان الموضوع ده بالنسبه له هو لا كملي يعني مش طوري، ما توقفيش على العربيه، ما توقفيش على جرار، ما توقفيش على حاجه معينه، كملي لو طول ما فيكي عمر صاحي كملي وطوري من نفسك. الرجل الداعم رزق. طبعا الرجل الداعم رزق كبير. الحمد لله ربنا يبارك في عمره يا رب. طيب قطاع زي قطاع التشييد والبناء يعني قطاع مهنه ما بتنتهيش يا نور، يعني مستمر، احنا ما شاء الله 100 مليون وكل يوم نزيد وكل يوم بنشوف مدن بتطلع في لحظه، فمحتاجين حاجات زي كده كتير. تقولي ايه للناس عشان تقولي ان في فرص عمل حقيقيه؟ انت واحده خدت التجربه علشان عارفه ان في وظيفه مضمونه، وعشان عارفه انك لو رحت في اي وقت هتلاقي شغل، صح كده ولا انا غلطان؟ ايوه صح، بس يعني المجال سهل جدا، بس هم ياخدوا فرصه وينزلوا، يعني ما يخافوش وما يهبوش لقمه العيش، لان انت لو هبت لقمه العيش مره مش هتقدر تعمل اي مجهود في اي مجال بعد كده. بالعكس يعني احنا نزلنا حياه كريمه، انا عن نفسي لما جيت دخلت مباني، ما دخلتش سباكه، ما دخلتش نجاره، ما دخلتش مثلا اي حاجه تفيدني، حتى لو حاجه باظت في البيت اعملها، انا دخلت مباني والحمد لله بلجنه الوزاره وبرايها فينا، لما جم مره واثنين وثلاثه يشرحوا لنا حاجات شافوا بنفسهم الشغل المباني بتاعنا، بنينا حيطان وبنينا تقسيمه شقق والكلام ده كله عملناه عملي قدامهم. طب عايزين نعرف يعني كده شويه عن الدورات التدريبيه في حياه كريمه، المواطن في القاهره ربما يعلم ان هي يعني مبادره من اجل تحسين الطرق والمعدات، يعني زي ما بيقولوا كده ايه الانفراستراكشر او البنيه التحتيه، لكن ما حدش عارف ان هي بتغير الانسان، ان هي بتعمل ثوره في حياه الانسان من اجل ان يحيا حياه كريمه. ايه هي اهم الكورسات؟ هي غيرت، لا هي غيرت، انا لو طول اطلع اشتغل بنا هطلع، يعني لو طول اعمل الحاجه دي هطلع، بالعكس وانا يعني بقول كده وانا ست، فما بالك بقى براجل واتفتح له المجال وخدت عده وخدت دنيتك كلها، لا اطلع وطور، يعني الحاجه اللي انت خدتها اطلع واشتغل بيها، ابدا بيها من بيتك. انا عندي بدهن الشقه بتاعتي لوحدي من غير حياه كريمه ومن غير تدريب من الاول، يعني كنت بشغل مخي في الحاجه اللي انا عايزاها او الحاجه اللي هتعجبني، يعني انا عشان اجيب مثلا صنايعي ياخد مبلغ وقدره ويضحك عليا، لا طب ما انا اطور نفسي في الحاجه دي، لما يجي الصنايعي يضحك عليا في حاجه انا ابقى فاهمه، اقول له لا انت كده عملت حاجه انا مش عايزاها او مش لازماني. ان شاء الله من كتر المبادرات اللي هنبقى شغالين عليها في الفتره القادمه لتحسين حياه المصريين مش هيبقى في اي حد بيضحك على حد، بالعكس الناس هتبقى مدربه اكتر وتقدر تدي وتقدر تبقى عندها القدره لا والفني نفسه كمان هيبقى عنده من القدره ان هو ان شاء الله يكون مؤهل انه ما يحتاجش بقى انه يعني يضحك على حد او كده، لا ان شاء الله ما يكونش ده ابدا تتعرضي له تاني. طيب بعد ما خدتي بقى رخصه قياده اللودر ناوي على ايه؟ والله هكمل، يعني لو لقيت شركه كويسه تحسن دخلي اكتر لحاجه كويسه وتطورني اكتر ان شاء الله هكمل باذن الله، بس شركات تكون يعني محترمه، شغل محترم مع ناس كويسه، اكيد هتكل على الله وهاخد برضو التجربه دي، يعني هعتبرها تجربه جديده في حياتي وهاخدها. فكرتيش بقى في قياده العربيات النقل ما دام انت عندك دايما ميول انك تجربي حاجات مختلفه من جرار زراعي وبعدها لودر، فكرتي كمان في قياده العربات الثقيله ولا لا؟ عادي انا ما عنديش اي مشكله، يعني انا طول ما انا عايشه على الدنيا طول ما فيا روح هكمل، يعني هطور اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله. طب انت عارفه يا نورا ان الصعيد او اسيوط يعني مش هنقول من 50 سنه هنقول من 30 سنه ما كانش في ستات كتير بيسوق اصلا عربيات؟ لا ده اسيوط كلها بقت ستات عربيات دلوقتي مش رجاله بس والله، يعني الاغلبيه وهتلاقي الثلثين ستات. ايوه الثلثين سواقين ستات عربيات هنا مش رجاله. ايوه اسيوط انا بتكلم عن بلدي كاسيوط، الثلثين بقوا ستات والثلث رجاله. حلو حلو حلو. طيب نوره انت عندك اولاد؟ عندها ثلاثه. معايا ثلاث اولاد. طيب الثلاث اولاد في مراحل تعليميه مختلفه؟ عندي منذر في سنه ثانيه ابتدائي، وعندي معتصم اولى، وعندي كي جي 1 مؤيد. ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، انا كنت مستنيه اسمع اسم بنت عشان اعرف انت بتزرعي فيها ايه، لكن لا بس هي حياه الصبيان احلى بكتير على فكره من حياه البنات. ربنا يرزقك حبيبتي دايما بالخير وبرهم. شكرا ليك يا نوره، وحاجه متميزه ومفرحه وقد ايه رائده في المجال، يعني انت من اول السيدات اللي عندهم القدره على قياده اللودر او على قياده سيارات المعدات الثقيله في اسيوط. شكرا ليكي وكل التوفيق ليكي والله.
عارفه المميز كمان في قصه نوره ايه؟ ان دايما لما نسمع ان واحده نزلت تشتغل سواء تاكسي او سواء بيقول لك ان وراها حياه صعبه، الوالد توفى او الزوج توفى، لكن اسرتها مستقره، عيالها في مدارس كويسه، زوجها موظف، بس هي عايزه تعمل ده. ما شاء الله ما شاء الله. وفي الصعيد وفي اسيوط الموضوع مختلف تماما، قصه اعتقد ان هي يعني مختلفه كل الاختلاف عن كل قصص المراه اللي بنتكلم عليها. اكيد.